للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح أهلا بك، هذه الزيارة تأتي في وقت تواجه فيه الأمة العربية وتحديدا الأمن القومي العربي تحديات وتطورات هامة على كل الأصعدة، كيف ترى هذه الزيارة تحديدا فيما يتعلق بأمن الإمارات وما تواجهه من طبعا ميليشيات الحوثي؟ بالفعل هذه الزيارة تأتي في ضوء اهتمام مصر بالأمن القومي العربي. مصر دائما وأبدا ما تعبر عن ذلك بأسرع ما يمكن عندما تواجه إحدى شقيقاتها العربيات أي عدوان أو أي تهديد لأمنها واستقرارها الوطني، فدائما ما تسارع إلى تقديم يد العون إلى شقيقاتها العربيات، وعبرت عن ذلك مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة عندما تعرض أمن الخليج العربي لاعتداءات من جانب قوات الحوثي والقوات المناوئة لاستقرار هذه المنطقة من الوطن العربي. دائما ما تسارع مصر إلى تقديم يد العون إلى شقيقتها وشقائها من الدول العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي عندما توجه صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية كان الهدف الرئيسي من هذه الزيارة الإعراب عن تضامن مصر ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي وجهت إليها من جانب القوات الحوثية، حيث يعني وجهت صواريخها إلى الأماكن الآمنة في دولة الإمارات العربية الشقيقة. نعم أستاذ صلاح، رئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية الأمن القومي لكل دولة عربية لما هو مرتبط طبعا بالأمن القومي المصري، كيف ترى خطوات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في هذا الملف؟ الرئيس السيسي عبر عدة مرات أن أمن دول الخليج هو من أمن مصر، وأن الأمن القومي العربي يصب في خانة اهتمام مصر بأمنها القومي، فهذه يعني هذه التصريحات التي سبق أن صرح بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، أعتقد أن الزيارة التي يعني يقوم بها اليوم تأتي في إطار هذا الدعم المستمر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، نظرا لما تتمتع به خصوصية هذه العلاقات بين مصر ودولة الإمارات تحديدا منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بأواصر التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة. مصر دائما وأبدا ما تثق إلى جوار دولة الإمارات في التعبير عن خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وخصوصية العلاقات التي تجمع بين دول الخليج العربي ومصر في أكثر من مناسبة. عندما اعتدت قوات صدام حسين على الكويت في عام 1990 سارعت مصر إلى تقديم العون والإعراب عن التضامن مع دولة الكويت الشقيقة إزاء هذه الاعتداءات، أيضا سارعت إلى إرسال قواتها لمؤازرة القوات الكويتية وقوات التحالف الدولي في هذه المؤامرة التي شيكت والتي بدأت يعني في ضد الأمة العربية بأسرها وليس ضد الكويت فقط، فدائما مصر ما تستشعر الخطر على الأمة العربية وتسارع إلى مواجهة هذه الأخطار. والزيارة التي يقوم بها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة تصب في هذا الاتجاه، فمصر حريصة على أمن واستقرار دول المنطقة، ومصر تعتبر أن أمن الدول العربية بأسره جزء من الأمن القومي المصري ولا ينفصل عنه بأي حال من الأحوال. طيب أستاذ صلاح، يعني زيارات مكوكية ولقاءات عربية هامة في وقت يعني يواجه فيه الأمن القومي العربي تحديات هامة، هذه اللقاءات كيف يمكن أن تنعكس على قضايا هامة عربية؟ أولا القمة العربية المرتقب يعني استضافة الجزائر لها خلال الفترة المقبلة سيتم بحث التضامن العربي بشكل أوسع إلى جانب بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية والمخاطر التي يعني تعتري الأمن القومي العربي والتي تهدد كيان المنطقة بأسرها، والتي بدأت في العام 2011 عندما يعني شيكت مؤامرة ضخمة ضد الدول العربية وأصبحت فصولها واضحة للعيان الآن، وأصبحنا نستشعر جميعا حجم الخطر الذي يهدد المنطقة العربية بأسرها ولا يهدد دول بعينها. هي بدأت في بعض الأقطار وامتدت إلى أقطار أخرى، وأصبحنا الآن نشاهد يعني حجم المعاناة التي يعانيها أشقائنا في اليمن وأشقائنا في سوريا وأشقائنا في ليبيا، إلى جانب الكثير من البلدان التي تعرضت لمثل هذه المؤامرات والتي أصبحت واضحة للمواطن العادي الآن، والذي أصبح يستشعر أن حجم الخطر أصبح يعني كبيرا وأصبح يعني يواجه الأمة العربية بأسرها ويهدد كيانها واستقرارها
على نحو يستدعي تضافر جهود كافة الدول العربية من أجل مواجهة هذه التحديات والأخطار والوقوف صفا واحدا. وأعتقد أن القمة العربية المقبلة سيكون على أجندتها أو البند الأول في أجندتها هو مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد استقرار هذه الأمة بأسرها، ولا يهدد دولة أو قطر بعينه، بل أصبحت التهديدات تشمل جميع الدول المنطقة. وأصبح واضحا للعيادة أن هناك مؤامرة كبرى تستهدف الدول العربية بأسرها، ولا تستهدف طرف أو أطراف محددة أو معينة، لكن المؤامرة أصبحت الآن أكبر من احتمال أي دولة أن تواجهها بمفردها، بل يجب تضافر جميع الدول العربية حتى تقف صفا واحدا ضد هذه التحديات وضد هذه الأخطار. ومصر بدورها تستشعر هذا الخطر الحقيقي منذ فترة طويلة، ودائما وأبدا ما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه الأخطار وهذه المخاطر، ودعا إلى تضافر جميع جهود الدول العربية حتى تستطيع مواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تواجه الأمة. تتبلور القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، خصوصا في زيارة الرئيس الجزائري لمصر، واليوم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات. الحديث عن هذه القضايا وبلورتها كيف يعزز من نجاح القمة العربية المقبلة في الجزائر؟ أعتقد أنه يجب أن يعجل بنجاحها، ويعجل بأهمية أن تخرج هذه القمة ببنود واضحة ونتائج إيجابية تحقق مصالح المنطقة العربية بأسرها، وتقف إلى جوار الدول التي تتعرض لتحديات هائلة. وأعتقد أن الأمر أصبح يستدعي بالفعل تضافر جهود الدول العربية أكثر من أي وقت مضى. وأعتقد أن القمة التي جمعت الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد المجيد تبون أمس الأول في القاهرة، أعتقد أنها عبرت عن ذلك. والقمة التي تجمع الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشقيقه الشيخ محمد بن زايد النهيان، أعتقد أنها تصب في هذا الاتجاه. ومصر دائما ما تدعو إلى التضامن العربي وتعاون الدول العربية لمواجهة كافة الأخطار والتحديات التي تواجه هذه الأمة. أعتقد أن القمة العربية المقبلة سيكون على رأس أجندتها الاهتمام بالوقوف صفا واحدا أمام هذه التحديات التي تواجه الأمة العربية، ويجب أن تتضافر جهود الأمة حتى نستطيع أن نخرج من هذه المآزق التي تعيشها هذه المنطقة. يعلو الآن صوت المناداة بتضافر الجهود العربية، التعاون بين الدول العربية وطي خلافات الماضي، وهذا ما يعبر عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية في هذا الملف تحديدا. كيف ترى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية أصبحت مثال يحتذى به في توطين العلاقات بين الدول العربية وبعضها البعض؟ بالفعل يجب أن ينظر إلى المصالح العربية المشتركة باعتبارها هدفا رئيسيا يجب أن يتم الانطلاق من خلاله لتحقيق أهداف هذه الأمة والمواطن العربي حتى نستطيع الخروج من التحديات التي نواجهها جميعا. أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في أكثر من مناسبة عندما عبر أننا يجب أن ننطلق وأن تكون هناك بداية جديدة وصفحة جديدة للعلاقات وطي الخلافات التي كانت شاهدة في الماضي حتى نستطيع النهوض بأمتنا العربية وأن تتضافر جميع الجهود ونعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا المعاصر. أعتقد أن المسألة أصبحت الآن تستوجب أن تتضافر جميع الجهود، ويتم يعني وضع إطار مشترك للعمل العربي المشترك من كافة جوانبه حتى نستفيد من موارد الدول العربية. لنا في العلاقات بين مصر والعراق والأردن تحديدا عندما تم التوافق الثلاثي فيما بينهما أن يتم التعاون في المجالات الاقتصادية تحديدا انطلاقا إلى تحقيق تكامل بين هذه الدول، والانطلاق من خلاله لاستبدال الموارد الطبيعية فيما بين الدول الثلاث أو الأقطار الثلاث حتى تستطيع أن تحقق طموحات وأهداف المواطن العربي في هذه البلدان. يمكن الانطلاق من هذه الرؤية حتى يعني الاستفادة، المنطقة العربية تمتلك الكثير من الموارد الطبيعية الهائلة التي يمكن إذا تضافرت الجهود أن يتم توظيفها لمصلحة المنطقة ومصلحة دول المنطقة. والمواطن هو على رأس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في مصر أو في المنطقة العربية، عندما أعلن في منتدى شباب العالم أن مصر تحتضن أو يعني مستعدة لاحتضان جميع الشباب العربي في الأكاديمية الوطنية حتى يتم تدريبهم وتعليمهم لمواجهة هذه التحديات والانطلاق إلى آفاق أوسع لتحقيق طموحاتهم وتلبية متطلبات أوطانهم. فمصر لم يعني تدخر وسعا في سبيل تقديم الدعم لكافة
الأشقاء العرب في جميع المجالات. طيب. فأعتقد أن الرؤية المشتركة يجب أن تنطلق من تحديد المصالح المشتركة والانطلاق من خلاله. بالطبع النية المصرية واضحة في جميع المواقف وهي التي تهم طبعا مصلحة المواطن العربي بصفة عامة، ولكن للخروج من هذه التحديات لابد وأن تكون جميع نوايا الدول العربية التي لها صوت ولها قرار في القضايا العربية المختلفة حاضرة. كيف ترى النوايا الأخرى؟ يعني النوايا الأخرى يعني موطنها القلب، لكن يجب أن ننطلق من النوايا الحقيقية التي تجمع الآن الكثير من الرؤى المشتركة للقادة العرب. فأعتقد أنه ليس بمقدور القادة العرب إلا أن ينطلقوا من مصالح شعوبهم ومصالح أوطانهم في المقام الأول، إلى جانب أن الشعوب نفسها أو ذاتها تتطلع إلى مزيد من الاستقرار والعيش الكريم. ولنا فيما حققته مصر خلال السنوات السبع الماضية مثالا يحتذى به في الكثير من المجالات، عندما يعني وضعت نصب عينها القيادة المصرية، عندما وضعت المواطن المصري هو الأساس وهو الذي تعمل على لمصلحته. أعتقد أن المشاريع التي أقيمت على أرض مصر مثالا واضحا لتحقيق تطلعات الشعوب وتطلعات المواطن المصري على رأس أجندة واهتمام القيادة المصرية. فأعتقد أن المواطن العربي يجب أن يكون هو الأساس والانطلاق من خلال مصالحه لتحقيق مصالح الأوطان، انطلاقا من بناء الإنسان، حتى نستطيع أن نعبر هذه المحنة وهذه التحديات الضخمة التي تهدد كيان المنطقة العربية بأسرها. بالطبع زيارات عربية ولقاءات عربية تحظى باهتمام دولي، خصوصا عند الحديث عن قضايا هامة ربما تتدخل فيها دول أخرى. كيف ترى متابعة المجتمع الدولي لهذه اللقاءات وهذه الزيارات؟ أولا المجتمع الدولي أصبح الآن يعني في ظل جائحة كورونا وما نعانيه جميعا، وعانته حتى الدول المتقدمة، عانت من ويلات هذه الجائحة. وأعتقد أن الملاذ الآمن والملاذ الوحيد للمجتمع الدولي بأسره أن تتضافر جهوده لمواجهة التحديات الهائلة. يعني الفيروس الذي واجهنا جميعا والذي أصبحنا نعاني منه على جميع المستويات، سواء في بلداننا أو في بلدان العالم بأسره، وليس فقط المنطقة التي تحيط بنا، فالعالم حتى الدول المتقدمة عانت من هذا الفيروس. أمريكا نفسها، الولايات المتحدة بما لها من إمكانات هائلة، هي الدولة الأكثر يعني تعرضا لهذا الوباء الفتاك، وقدمت ضحايا كثيرين، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي على رأسها إيطاليا وفرنسا وأسبانيا، قدمت أيضا ضحايا كثر نتيجة هذا الوباء القاتل. فأعتقد أن تضافر جهود العالم، جهود دول العالم لمواجهة التحديات التي نواجهها، يعني يجب أن تكون يعني محورها التعاون المشترك، وليس يعني إدارة المسائل بالخلافات العسكرية أو استخدام القوى العسكرية أو القوى التي تستخدم الأسلحة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة. يجب أن تتعاون دول العالم بدلا من أن تبحث عن وسائل لفرض إرادتها على الدول الأقل تقدما أو الدول الفقيرة. فيجب أن تتضافر هذه الجهود لخدمة الإنسانية وخدمة البشر في جميع ربوع العالم. ومنتدى الشباب أيضا عبر عن هذه الرؤية عندما صحيح. دعا دول العالم المتقدم إلى مساعدة الدول الأقل تقدما أو الأكثر فقرا. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا لك.